خدت انا. لا لا مش عارف، انا عايز صور من صور من بعيد بس. انا عارف والله. لا ما شكرا، لو بقرب منه ما بعرفش اصوره.
السلاحف دي بتاكل؟ يعني ممكن تطلع راسها وبتاع؟ لا راحتها هي بقى دي هتاكل ايه؟ خسارة كل اربع شوية خلك شوية ينفع يجوا؟ خليهم يجوا شوية؟ اه اه خد يا نور تعالي خد يلا تعال تعال يلا تعالي صور حلوة Thank you.
نفس الوقت دي برضه دي كلها اسد اسد يعرفك بقى كمان تحت يلا في غلفة بينك وبينهم هو فيه بس طبعا الحيوان اي حيوان بياكل لحمه نيه طبعا لازم نتخاف منه شرس جدا يعني اه هو كده جعان ياكل قد ايه ياكل